يا سلام يا سلام، سامعين؟ إنه صوت الفسكافيه. نعم، لازم فسكافيه. يوم طويل كان يوم طويل. جد كان يوم طويل ومتعب، فبدها كاسة نسكافيه هيك دقيقة. يا سلام، دي حاجة ترد الروح خالص. أنا تعبان على فكرة. هاي وصلت على البيت، هلأ وصلت البيت. هاي جيكس، ويلكم تو ستيت اوف بلاي، حدث سوني المنتظر. نعم، إنه حدث منتظر بلا شك، بس بصراحة بس دقيقة. بدي نسكافيه عشان أصحصح. دي كمان شفة. بدي نسكافيه عشان أصحصح ونركز في الحدث. بس أنا بصراحة عندي الكلمة اللي حكيتها بآخر فيديو، عندي إحساس إنه يعني المتوقع مش راح يصير. إيش المتوقع؟ شو قصدي أنا؟ إيه المتوقع مش راح يصير؟ خشت الجمل ببعض. يعني أنا قصدي اللي بدنا إياه يصير مش راح يصير، خشت الجمل ببعض. أنا تعبان. مهم، اللي هو الإعلان عن Resident Evil 3 ريميك. من الآخر عندي إحساس إنه ما صار هذا الإشي في State of Play. أنا زي ما قلت لكم، أنا على الساعة 4 اليوم طفيت النت عن جوالي، فصلت النت عن اللابتوب عشان ما يوصلنيش أي إشعار. كنت عامل زي الرجل الحجري، والله The Primal Man، كنت الرجل الحجري. ما يعني فاصل اتصالي بعالم الانترنت، بس طبعا حكيت لأهلي إذا بدكم تحكوا معي احكوني على الجوال، لا تحكوني على يعني اتصلوا على رقمي اتصال، لأنه أنا فاصل النت. ولهلأ أنا حاليا فاصل النت، حطيت حدث State of Play على جنب، يعني أخدته حطيته على جنب. تقدر تقولوا زي اللي كنت مغطي ايدي على كل اشي، حاطط ايدي على الشاشة، حاطط ايدي بديش اشوف، ما شفتش ولا اشي. وما شفتك ايه المايك كان حيوع المايك. ما شفتش ولا اشي، وانا مش عارف شو بدي اشوف. انا احكي، انا قلبي بدق، مش عارف ليه قلبي بدق. يعني على فكرة في خليط عجيب حاليا، انه انا مسطل عن جد، تعبان من الشغل واليوم الطويل، وش اسمه مش ماكل، يعني جوعان بس مش قادر استنى، وبدي في كافيه. حسن حط السماعات كالعادة بنساهم. وين الفيديو؟ وين على فكرة؟ خلص حسان بلش يلعن. هاي باي حسان شو بلعي، باي حسان شو بيحكي. جاهز هو؟ دقيقة، انت جاهز ولو؟ يلا كالعادة، إيه زمان عنها هاي اللي هي 1 2 2. إيش في؟ آه 2 لو أوكي. أفشو، أو ماي جاد، شو ستارتس، ضايل له أقل من 4 دقايق. أوكي بنتحدث عبال ما يشتغل. هلا أكيد اللي بيحضر الفيديو عارف بالضبط شو صار أكيد، وأنا آخر من يعلم. بس شو أعمل؟ الظروف لها أحكام. أوه ماي جاد، هذا قصة طويلة على فكرة، بدي أختصر، بدي أشوف. بدي أختصر. يلا بشرب نسكافيه عبين ما يبلش. يما حبيبتي إيش تبي؟ عم بسجل. يما What do you want؟ لا ما أكلت لسه. هذا فيديو مهم، فيديو مهم ويترتب عليه مستقبلي النفسي والمزاجي. ما تسأليني شو بحكي لأنا عم بخبص بالحكي، أنا مسطل بس إنه إيه؟
لا بنفعش اكل وانا بسجل، عيب. قاعد اتمتع قدام العالم هيك. المهم سكيرو اكلت. سكيرو اكلت. اه غريبة هاي البسة. هاي البسة لما تكون الدنيا شتا بتضلها واقفة تحت المطر، ولما تكون مش شتا بتضلها مرزوعة في البيت الصغير هذا اللي عملت لها اللي ماي جاد اللي انا عملت لها اياه في الساحة، هذا البيت الصغير عشان ما يجيش عليها مطر ومش عارف ايش. لما يكون في شتا تقعد فيه، لما يكون في شتا بتطلع برا. لك شو قصتها هاي يا يما؟ خالصة سكير ولا حبة. عشان صاحبها خالص؟ شو قصدك يما؟ أنا خالص؟ هذا بيسجل؟ أوه ماي جاد يما فضايحنا تسجلت يما. لسه ضق ما هو لا أنا عم بستنى العرض ليبدأ اللي حكيت لك عنه، بستنى ليبدأ لسه ضايله دقيقتين. قال سكيرو خالصة زي صاحبها. ما كانش العشاء، ما كانش العشم، كانش العشاء، كانش العشم حسان، كانش العشاء تفاح. اشرب في سكافيه. ناين ايت سبن سكس فايف فور 3 2 1. Let's begin. اخ مهدى بالكم يا سوني. اوه ماي جاد يما بسم الله. يخرب بيته هذا الخط طالع في نص التلفزيون يما زي. ايش هاد؟ نفس صوت الكبسة بريزدنت ايفل. حسنا مش ريزدنت ايفل هاي، صرت احلم. في صوت طلع في اول الفيديو هادي الكليك سمعتوها؟ يخرب بيته هذا الخط طالع في نص التلفزيون يما زي ريزدنت ايفل. A few minutes later. ايش بالنسبة لديفل ماي كراي على دارك سولز على فلافل بالحمص؟ مش وقت الكحة هلا خلاص. يا هاك اند سلاش. اوه طول بالك. اوه ماي جاد هذا قلب جرافة صد. اوه حلوة نايس فقع. وات از ات ويت خلصت بلا هبل خلصت. اوه ماي جاد الموسيقى اللي شغاله. وات ذا فريك مور انفورميشن نكست سمر. معلومات زياده للصيف الجاي. We can't wait to learn more about this title. ما هو استني بقول لك لسه كابكوم. We've got an exclusive reveal of the unannounced campaign portion of Capcom's Project Resistance. What? ايه الجزء التطور الفردي. اعلان عن التطور الفردي. Help me!
many people be infected? The city is completely cut off, isolated. Don't look at me like that, all right? I'm not an infected. But right now it's got a hard-on for the only two stars left in town. They don't need a bleeding heart like you getting in the way. Star's office has to be in this direction. Gets worse every night. They don't want the world to know what they've done. Oh, my head. What's wrong with Umbrella? Get in! I can't stop them all! You gotta get out of there! You guys are the ones who caused all of this! No, 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 wait! Oh, come on. We've gotta be dreaming. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella Corp. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Resident Evil is coming to PC on April 3rd and is available for pre-order starting today. As a bonus, Resident Evil 3 also includes Resident Evil Resistance, an intense 4v1 survival game. No, thanks no. To our friends at Capcom for this exciting. Oh my god. Before we leave now, we have a special treat for you. As you may know, PlayStation's 25th anniversary was on Oh my god! To mark the event, the father of the PlayStation, Ken Kutaragi, wanted to share a special message. 皆様こんにちは、くたらぎです。さて、12月3日で25周年を迎えたプレイステーション。このプレイステーションという名前には、我々の熱い思いが込められています。それは遊びのための最高のプラットフォームを世界中のゲームファンの皆様に届けたいというこういう思いです。そこに素晴らしいタイトルを生み出していただいたクリエイターの皆様、プロデューサーの皆様、そして世界中のファンにこれらのタイトルを紹介していただいたメディアの皆様、そして何よりも愛を持ってそれらのタイトルを遊んでいただいた世界中のユーザーの皆様に私より心から感謝をいたします。25年前、ともすれば子供のための遊びだったゲームを大人にも女性にも広げたいという大きな夢がありましたが、今ではプレイステーションの話をすると皆さんがそれぞれ自分のプレイステーション史を笑顔で話してくれるのが生みの親としては嬉しいです。ユーザーの皆さんと一緒に築き上げてきたプレイステーションが牽引するさらなる未来のエンターテインメントを楽しみにしています。Actually, we have one more thing to share with you. It's just a taste, but you won't have to wait long to see. Oh my god, it is trash. لسه في تاني انا لسه لا Ghost of Tsushima. دقيقة شوي، أنا أعصابي باظت أقسم بالله. دقيقة شوي باز. الإشي كان مش متوقع أبداً، لأنها اللي كانت تحكي قعدت تحكي إنه بدنا نستعرض الطور الفردي في بروجكت ريزيستنس. آه نقصني. حكت إنه بدي أستعرض، يعني ما جابت سيرة ريزيدنت إيفل 3. هاي حركة كانت أنا مبسوط كتير. Oh my god. هاي Ghost of Tsushima. أنا بس سمعت الموسيقى بالخلفية تأثرت شوي زيادة، بعرفش ليه. To be continued. اتأثرت شوي زيادة بس شفت بس سمعت الموسيقى اللي بالخلفية. Oh my god. Ghost of Tsushima is coming to PS4 courtesy of the team at Sucker Punch Productions. Be sure to tune in to the Game Awards on December 12th to see the rest of this trailer. Oh, Ghost of Tsushima. تكملت العرض في 12/12. The Game Awards. Oh my god, انا قلبي We'll see you in 2020. انا ماسك حالي بالعافيه.
that's enough. Oh my god. ايه علينا قلبي بيدق بسرعة وعندي عالي انا لما حكيت اني انا اوه جد شادر احكي شادر احكي انا لما حكيت ان انا بحب كتير Resident Evil و Silent Hill ما كنت ببالغ لانه انا بتأثر كتير فيهم. اوه على فكرة مش عارف كل اتجاه حاليا. وال ايش فيه؟ اوه ماي جاد. بصراحة أنا ما كنت متوقع نهائي. أنا مش قادر أطلع على الكاميرا ومش قادر أحكي فأم سوري. أم سوري وصوتي راح. خنقت. لأنه ما توقعت هذا الإشي. وانخدعت على فكرة بالستيت أوف بلاي هلا هاي اللي كانت تحكي. شو اسمه؟ إنه حكت إنه هلا بدنا نستعرض السينجل بلاير أو الطور الكامبين اللي هو الإشي الفردي ببروجكت ريزيستنس وطلعوا بروجكت ريزيستنس بعدها صغروا اللوجو لآر إي. أنا هون قلت أوكي لأنهم أعلنوا بالآخر إنه بطل اسمه بروجكت ريزيستنس وفي أشياء بتنزل من مناخيري قاعد. I'm sorry oh my god. انه حكوا انه Project Resistance اسمه صار Resident Evil او اشي Resident Evil Resistance انه عدلوا الاسم لResident Evil فكان اشي متوقع. فلما صغرت اللوجو لR E ايش اسمه انها بدها تعلن انه صار اسمها Resident Evil Resistance. بس بعديها لما شفت حدا بركض وشفت ايد هيك عليها انه الايد بينت شوي طرفها انه حدا لابس كات انا هون بلش قلبي ينقبض. انا ماسك حالي بالعافية حاليا صدقا. كتير الجيمز إلها تأثير في كتير وخاصة هاي. مهم شفت حدا بركض يا عمي قلت يمكن حدا من تبعين بروجكت ريزيستنس فاليري ولا فتحية ولا سعدية كانت عم تركض ولا اشي. بس هيك قلبي انقبض انه ايش اللي عم بيصير. بعدين ظهرت جيل ومش بس جيل وبعدين في شخصيات جانبية. ها الحج اللي كان اللي شفناه من شوي بيحكي روسي هذا ميكايل على الأغلب. بس في كمان واحد مجروح كاين يجوز هذا اللي بيكون مجندح على في القطار. شو اسمه هو؟ نسيت شو اسمه اللي بقتله نيمسز ولا هذا براد اللي كانت اللي حكى لها انه انا ماليش اشي. هذا براد فيكر. هو اسمه براد فيكر صح الطيار. انا عم بلهي حالي قاعد. هذا براد على الاغلب. واعلنوا تاريخ الاصدار. يا الهي انا انا ماسك حالي بالعافية. اوكي هذا تاريخ الإصدار أمتى هو؟ والله 3-4 كنه بشهر 4. أما سنة 2020 بالنسبة لإلي بشهر 3 Final Fantasy 7 Remake وبشهر 4 Resident Evil 3 Remake.
وGhost of Tsushima تكملت العرض في The Game Awards، على يمكن يعلنوا كمان تاريخ إصدار. سنة 2020 هي سنة سوني، مع احترام الشديد لكل الشركات، سنة 2020 بلا منازع وبدون ما تنزل الألعاب وبدون ما يعملوا حفلات وبدون ما يعملوا حتى حفل توزيع جوائز وبدون ما يعملوا أي شيء، هي سنة سوني. سنة سوني، سنة الحصريات، سنة الألعاب الفظيعة. أنا بس سمعت الخلفية الموسيقية لما هلأ من شوي ضرب مخي. بعد كل هالسنين لسه في مقاطع موسيقية في الألعاب كتير بتأثر فيه كتير. هلأ أنا سمعتها هذه أكتر من مرة أكيد يعني، بس مرات لما بسمعها فجأة وبدون سابق إنذار بتأثر فيه زي كأني بسمعها لأول مرة وصوتي خنق. I'm very sorry. أنا خنقت وخلص، أنا بدي أنهي الفيديو لأنه مش قادر أحكي بصراحة. أنا مبسوط لدرجة مش طبيعية لأنه مش متوقع مش متوقع مش متوقع ما مش عارف ليش. يعني واصلني كان إحساس 90% إنه مش رح يصير الإعلان، وعم بحضر بس عشان نشوف شو رح يصير. ولأ أنا مش مصدق مش مصدق. المهم بس ما جابوا سوري أوه ماي جاد خشيت في المايك. ما جابوا شكل نيمسيس، جابوه بفتح عينه، بس جابوه بفتح عينه. أقولكم بدي أحضر التريلر مرة تانية على رواق. يلا هلأ معكم دقيقة خليني أجهزه، بدي أحضره مرة تانية بدون انفعال. هيو. Speaking of intense, we've got an exclusive reveal of the unannounced campaign portion of Capcom's Project Resistance. شفتوا شو سمعتوا شو حكت؟ بدنا نعلن عن التطور الفردي اللي في Project Resistance. هيك حكت بس وسكتت. فشو بدي يدري أهلي إنه هذا ريميك 3. كلير وشارل، ليون وأيدا، مجاري، المختبرات. هاي ليون في المنطقة الأخيرة. الوقت لورا، الوقت رجع صح؟ ولا تقدم؟ رجع ولا تقدم؟ أوه ماي جاد حسن، أوه ماي جاد داعيد I'm sorry. على الأغلب برجع حسان لأنه هي أحداثها متداخلة. 3 أوكي، الساعة 8 و 10 9 10 11 إلى 5 أو إشي، الساعة 12 1 الصبح، 2 الصبح، 2 ونص، 4 5 5 ونص، 5 وثلث، ستة وإشي. برجع الوقت، رجع. يعني ببين لك إنه 3 اللي بدنا نشوفها حاليا هي قبل 2. بو إحنا وصلنا مركز الشرطة وكان الحمام مكسر. يمه هذا إذن هذا النيمسيس، بس شكل مستر إكس. ما هو مستر إكس أكيد كان بيلحق جلد كمان. هذا قبل مستر إكس. يمه رجعت نقزت مرة تانية نفس النقزة، يخرب بيتك. مستر إكس عشان هيك ماخدين راحتهم بالكاميرا إنه إحنا شفناه قبل هيك. يخرب بيتك محلاكي. ايه مش لابس اللبس، مش لابس التنورة وفلافل.
ربيتك محلاك شو أمورة، بس لابسة نفس الكت حتى مش مغيرين اللبس، مش مغيرين لبسها. هذا ميكايل. I think هذا براد. انت جديد. هذا ميكايل. هاي كارلوس، شوفهم احلى شكله. فكره مرتب. They don't want the world to know what they've done. Oh, my head. What's wrong with Umbrella? على فكرة كارلوس شكله رائع. Stop them all. You gotta get out of there. You guys are the ones who caused all of this. No, wait. Oh, come on. هذا المشهد اللي هون بجنن. We've gotta be dreaming. هذا فظيع. فظيع، هذا إشي جديد. بعطيك لمحة إنها Oh my God، الإشعار فظيع. بعطيك لمحة إنها بتهلوس. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella Corp. يما يلعن شكل فلافل. 3/4/2020. اوه يا Resident Evil 3 also includes an online game. لا مش قلنا انها راح تكون اضافة. هاها Pre-order to get Resident Evil Classic Costume Pack. بدنا ناخذ اللبس الكلاسيكي اذا بدنا pre-order. Resident Evil 3 is coming to PS4 on April 3rd and is available for pre-orders. الموسيقى. As a bonus, Resident Evil 3 also includes Resident Evil Resistance and مين هذا الحجي اللي كان يحكي معها؟ اوكي هو بالروسي بس مش ميكايل. ميكايل كان يطلع عن الدرج وبقول لها انت عائق في الطريق، سمعتوه؟ وبقولها انت عائق في الطريق. هذا ميكايل، بس مين هذاك الحج الثاني برضه شكله من نفس الفرقه؟ شفتوا شكل كارلوس ما يعني ممتاز، وجل شكلها رائع، وشكل كارلوس رهيب، بس نيميسيس ما شفنا شكله. وفتح عينه هيك، خرب بيته، نقزني. أخذتني في رحلة من الأحاسيس هذا الفيديو بشكل مش طبيعي. يا ويلي قلبي، مش معقول. أنا خلص، بس هيني رأت. شو رأيكم جيكس بالعرض؟ فظيع. أنا اللي لخم يعني اللي أثرت فيه بزيادة إنهم برضو أعلنوا عن تاريخ الإصدار 3/4. صح، ليش عم بنسى التاريخ؟ قاعد أنا من اللخمة والهاد عم بنسى التاريخ. أعلنوا تاريخ الإصدار، أعلنوا إنه Project Resistance إضافة، أعلنوا إنه خلص 4 شهور ضايل. 4 شهور وجاهزة للبري أوردر. لا جاهزة للبري أوردر. ماي جاد. جاهزة للبري أوردر. I'm so happy. أنا مبسوط على الآخر. جيكس خلص عندي أنهي الفيديو لأني بصراحة متت جوع وبدي أقوم بصراحة. خلص مش قادر أضل قاعد، خلص أعصابي باظت. جيكس بيهمني جدا أعرف رأيكم باللي شفناه. انا شو اسمه، انا حضرته اوكي 3 مرات هلا، بس اكيد انتم مقدرين قديش انا مهيبر من جوا وهذا، ف بدي تعطوني تحليلاتكم، تفسيراتكم للموضوع، ايش شفتوا ايش ما شفتوش، فتوش هيك، عرفتوا كيف؟ جيكس شكرا كثير للمتابعه، شكرا كثير لدعمكم، شكرا كثير لكم، شكرا كثير لكابكم، شكرا كثير لنيميسز، شكرا كثير لجيل، شكرا كثير لكارلوس، شكرا كثير لميكايل، براد، فيكر، شكرا لك. مش عارف شو باقي. مش عارف، خلص نلقاكم بفيديو جديد جيكس. مش عارف، ما عنديش حكي. خلص. Bye.